حبيت استخدم الموهبة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطيناها للعمل الخير، وهذا اللي عم بعمله اليوم أنا. بس أنا موجود في هولندا هلأ في روتردام، وعنا حفلة هلأ بعد تقريبا 10 دقائق. نحن نعرف نحن كل الشباب يحبوا يسمعوا الموسيقى، وكيف نحن نعطيهم مثلا بديل، وهذا نحن يعني هدفنا أنه نعطيهم بديل ويكون في شيء يعني ينبسطوا فيه، يسمعوا يفرحوا فيه، بنفس الوقت يذكرهم عن ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، وكما بنفس الوقت يعني يكون entertainment. How many of you love محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول يا حبيب سلام عليك صلاة. Come on. All right. Come on everyone, get ready. Yeah. 1, 2, 3. Worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He would fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your heart filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice, let's all say, say, say. رائع رائع جدا، الحمد لله هذا كل شيء مزيان. الحفل اليوم كان زوين، ممتاز جدا. ماير زين قدم عرض رائع، وكانت ليلة سعيدة. شكرا، عجبوني أغاني ديالهم بزاف.